الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 42 من مجالس القراءة في سنن الإمام سليمان بن الأشعث أبي داود رحمه الله تعالى. أغلق ال تمام. وقد بلغنا باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، بعد أن تكلمنا عن الكلام عن رفع اليدين في كل مواضعها التي نحتاج إليها إن شاء الله تعالى. إذن ما هي المواضع التي نرفع فيها أيدينا في الصلاة وإلى أي موضع؟ في أربع مواضع. الموضع الأول عند كرس الإحرام، الموضع الثاني عند الانتقال إلى الركوع، الموضع الثالث عند القيام من الركوع أو القيام بالسجود، القيام من الركوع. الموضع الرابع الموضع الرابع عند القيام من التشهد الأول، عند القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة. وأغلق اللي معك حتى تبدأ القراءة. وهناك موضع ذكرنا أنه عند ما بين السجدتين، عند الرفع من أحد السجدتين، وقلنا أنه هذا يعني طالما أنه ثبت به النص فلا مشكلة في ذكره. لعله هكذا يكون أفضل. طيب، إذن وقفنا عند باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. الصلاة متى يعني؟ هذا نحتاج إلى معرفته. في الصلاة متى؟ نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فبأسانيدكم المذكورة في المجلس الأول إلى الإمام أبي داود رحمه الله تعالى قال: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. حدثنا نصر بن علي، أخبرنا أبو أحمد عن العلاء بن صالح عن زرعة بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن الزبير يقول: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. نعم، هذا الإسناد ماذا فيه قبل نتكلم عن الحديث؟ تفضل. زرعة بن عبد الرحمن أبو داود تفرد بالرواية له، روى عنه العلاء بن صالح هذا الذي ذكرنا، وكذلك روى عنه مالك بن مغول ثقة، لكن العلاء بن صالح هذا صدوق له أوهام، وبالتالي فلا ينفعه رواية هذين الاثنين. إن قلنا على الأقل لابد من أن يروي عنه ثقتان، ما روى عنه ثقتان، روى عنه ثقة وهو مالك بن مغول أو ثقة ثبت، أو يعني هم موثق بتوثيق مؤكد، وأما العلاء بن صالح فإنه صدوق له أوهام، وبالتالي لا ينفعه ذلك، يبقى مجهولا أو مقبولا أو ما شئت. فالإسناد على عليه، فالإسناد الإسناد ضعيف والحديث ضعيف. ولكن في الحديث صف القدمين وضع اليد على اليد من السنة، وابن الزبير عبد الله بن الزبير صحابي، فإذا قال من السنة ماذا يقصد؟ من السنة يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا نوع من الرفع، لكن الحديث لا صح. أما وضع اليد على اليد ثابت فثابت، وأما صف القدمين، ما معنى صف القدمين؟ إذا كنت تصلي يليه؟ لا، هذا معناه أن هذا خاص للجماعة. تفضل. أن يوجههما تجاه القبلة.
على كل حال الحديث ضعيف، والمقصود الله أعلم بصف القدمين أن يكون على صف واحد مثل صف الجماعة، صف الجماعة يكون على صف واحد، بالتالي لا تقدم ولا لا تقدم ولا تأخر، هذا الذي يبدو، ولكن الحديث ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بكار بن الريان عن هشيم بن بشير عن الحجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. نعم. أيضا هذا الحديث ضعيف، هذا أيضا ضعيف. هشيم بن بشير مدلس وقد عنعنا، وإن كان صرح في موضع آخر، صرح في سنن ابي ماجه بالتحديث. واما الحجاج بن ابي زينب فهو صدوق يخطئ، لكن هذا من النوع الذي قال فيه ابن حجر صدوق يخطئ، من النوع الذي حديثه حسن. نعم. روى له مسلم حديثا واحدا. وعلى كل حال الحديث هذا الضعف الذي فيه لا يخرجه عن دائرة احتجاج مع غيره، يعني هذا نوع ضعف إلا أنه لا يخرجه. الحديث بإسناده هذا ضعيف، لكن هشيم صرح بالتحديث في موضع آخر في ابن ماجه، وبالتالي فالإسناد حسن لغيره، إسناد حسن لغيره. أما بهذا الإسناد فالإسناد ضعيف. وفيه فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أبو داود أراد أن يثبت أي اليدين توضع، وهذا لا خلاف فيه، لا إشكال فيه، وبالتالي الحديث يعني بوجوده وبعدم وجوده القضية ثابتة، وهو كما قلنا حسن لغيره. نعم. أحسن الله إليكم. أشار في الحاشية إلى وجود أربعة أحاديث في بعض النسخ ليست من رواية اللؤلؤي وذكرها. أربعة أم ثلاثة؟ أربعة. نعم. على كل حال هذه الأحاديث تقرأها قراءة، وسبب عدم ذكرها هنا، سبب عدم اعتمادها عند أبي داود، طبعا عندما نقول إنه لم يذكرها اللؤلؤي فمعناه أن أبا داود عند عرضته لكتابه، عند إملائه لكتابه السنن، أهمل هذه الأحاديث ولم يذكرها، والسبب في ذلك ما ظهر له من ضعفها وعدم الاحتجاج بها وأنها زيادة في الكتاب، ونحن نتبعه على ذلك، نقول اقرأ بسرعة حتى لا نجاوز شيئا مما في الكتاب. نعم. قال: حدثنا محمد بن محبوب حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زياد بن زيد عن أبي جحيفة أن علي رضي الله عنه قال: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. حدثنا محمد بن قدامة بن أعين عن أبي بدر عن أبي طالوت عن أبي طالوت عبد السلام آمن هو النوع من الصرف عن أبي طالوت عبد السلام عن ابن جرير الضبي عن أبيه قال: رأيت علي رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. قال أبو داود: روي عن سعيد بن جبير فوق السرة، وقال أبو مجلز تحت السرة، وروي عن أبي هريرة وليس بالقوي. قال: حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل قال: قال أبو هريرة: أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي. نعم. قال: يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي. حدثنا أبو توبة ابن ولا ابني؟
ما أذكر. على كل حال كما تلحظون هنا أن أبا داود ضعف هذه الأحاديث حتى في غير رواية الأذن، وبالتالي قال بدل ما أبقي الحديث وضعفه لا حاجة من إليه، لم يصح شيء في وضع اليدين تحت السرة، لم يصح شيء في وضع اليدين تحت السرة. فإذا تصورت أن الكتاب خال من هذه الأحاديث انتهت المشكلة. وهذا الحديث الأخير أيضا مرسل، فضل الحديث الرابع. قال حدثنا أبو توبة حدثنا الهيثم يعني ابن حميد عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاووس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة. نعم المعنى صحيح، وهذا يشهد له غير الحديث، يعني يشهد له أنه يضع اليمنى على اليسرى، الحديث الذي ضعفناه في السابق ذكرنا أنه أمر مفروض منه وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، ولكن الشأن في أي موضع في الصلاة توضع له، هل توضعه في الركوع أم في السجود أم في الجلوس في القيام؟ طيب لننظر. طيب إذا كان في القيام ففي أي قيام، هل هو في القيام الذي يقرأ فيه أم في القيام الذي يقرأ فيه والقيام الذي لا يقرأ فيه؟ في قيام لا يقرأ فيه، القيام الذي تحمد فيه أو تسمع فيه وتحمد أو تدعو فيه بدعاء القنوت إن شئت في موضعه، فماذا تفعل في هذا القيام؟ الآن كل المواضع في الصلاة بينت، في كل موضع سيأتي معنا إن شاء الله تعالى يتبين لك هل تقبض على ركبتيك عند الركوع، هل تضع يديك أصابعك مستقبلة قبلة على الأرض حذو منكبيك مثلا أو لا في السجود، ما هي الأراب التي تضعها على الأرض وأمرت بأن تضعها في السجود، ماذا تفعل في الجلوس بين السجدتين، ماذا تفعل في الجلوس الأخير الذي أو الجلوس الأول والجلوس الأخير الذي فيه التشهد، وبالتالي كذلك القيام الأول واضح. بقي عندنا القيام الثاني، فهل يدخل فيه هذا الحديث أم لا يدخل؟ هذا موضع اختلف الناس فيه حديثا، والنصوص في وضع اليدين على الصدر كثيرة، يعني لم يستقصها أبو داود وإنما ذكر بعض الضعيف منها في الغالب، وإلا فهنالك أمر الله عز وجل أمر أنبياء بذلك أن يضعوا الميامن على الشمائل في الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة، وبعض هذه النصوص التي سبقت رأيت عليا يمسك شماله بيمينه على الرسل فوق السرة، هذا الموضع فيه تفصيل في أين وضعت اليد على اليد الأخرى، في بعضها أنه كان حديث من الحديث فيما أظن حديث وائل الفجر أنه كان يضع يده على الكف والرسل والساعد، الكف وهذا صحيح في الأمر، الكف والرسل والساعد يعني يوسط هذه فتكون هكذا في هذا الشكل على صدره، الكف يضع الكف على الكف والرسل والساعد تشمل الثلاثة، هذا هو السنة فيها، وقد ثبت القبض أيضا، يعني القبض معناه القبض على اليد والقبض يكون هكذا، فإما هكذا وإما هكذا، كلاهما ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله والله أعلم أنه في القيام سواء كان قياما أول أو قياما ثانيا، لكن الأمر كما ذكرنا في خلاف لا نريد أن يعني نطول في هذا الموضوع. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه المجشون بن أبي سلمة
عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة كبر ثم قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله لي إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. وإذا رفع قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صورته فشق سمعه وبصره، وتبارك الله أحسن الخالقين. وإذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. هذا الحديث كما ترون أما الإسناد صحيح، ونأتي إلى هذه الكلمات، حقيقة كلمات يقولها المصلي وهي مهمة، هذه الكلمات درس وحدها. وفيه أولا القطعة الأولى منها تفصيل لأمر التوحيد والذي هو أهم أمور الدين، ولا يستقيم دين بدونه، ولا يستقيم دين عامي في الأمة بدونه فضلا عن صاحب علم. ومع ذلك فإنك تتفاجأ حينما تجد بعض من تنصب مناصب العلم وشرح بعض الكتب لم يتقن هذا التوحيد، مع أنه يقول هذا الدعاء في بداية الصلاة: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، حنيفا مائل عن أي شيء أنت مائل، وعن أي شيء أنت مبتعد، وعن أي شيء نأيت بنفسك، وما أنا من المشركين. وما هو الشرك الذي ابتعدت عنه؟ هل الشرك هو عدم إثبات الصفات؟ هل الشرك أنك تجعل مع الله إلها خالقا آخر خلق معه في أفعاله؟ تصور أن ممن كتب وألف ونشر وشرح من يعتقد أن هذا هو التوحيد. طيب، تفصيل التفصيل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا هو الذي تفهم منه معنى التوحيد. لا تريد أن تكون من المشركين، كي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. إن صلاتي، الصلاة هي أعظم الأعمال الظاهرة، ونسكي لأن النسك والذي كان يتعبد به حتى المشركون كانوا يتعبدون، وفي جميع الديانات على وجه الأرض سواء كانت منزلة أو غير منزلة، الذبح يعد من القربات على القول بأن الذبح هو النسك بقطع النظر عن أي نسك أريد. فكل عمل من العبادات لا يصرف إلا لله. ما علاقة هذا في إثبات شريك مع الله في الخلق؟ ما علاقة هذا في توحيد الله في أفعاله؟ توحيد الأفعال، هذا التوحيد في الأفعال هذا ليس هو غاية المقصود، ليس هو غاية المقصود. فجزء من هذا التوحيد قدري كوني، هو سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ولا يستطيع أحد أن يعترض عليه حتى ويعتقد خلاف ذلك. وأما التوحيد الربوبية فقد أقر به
كل المشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف أحد من المشركين أنكر عن النبي عليه الصلاة والسلام توحيد الربوبية. فهل غاية المراد أن وافق المشركين فيما أقروا؟ ما هكذا يكون التوحيد. وإلا فعلى أي شيء انعقدت ألوية الجهاد في سبيل الله وقطعت الأعناق وأسفكت الدماء وانعقد الولاء والبراء؟ لو أن أبو طالب أبو عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب مات كافرا، أليس كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويدافع عنه وينافح عنه ومن أجله أذية وحوصر هو وبنو هاشم وبنو المطلب، ودافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وكان يمكن أن يؤذيه بروحه؟ نعم. ويريد أن ماذا؟ ما الذي يرضيك يا محمد؟ ما الذي يريد يرضيك؟ قالوا له سلمنا محمدا، قال لا أسلمه. فحوصر هو وقومه من أجل أن لا يسلم محمدا صلى الله عليه وسلم. ما الذي تريد يا محمد؟ وعند لحظات الموت يقول له محمد نفسه الذي قبل قليل كان يحبه ويقدم له كل شيء صلى الله عليه وسلم، يقول له يا عم كلمة، كل كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، لا إله إلا الله. لا، هنا انتهت القضية، كل العلاقات تتقطع، لا تأتي إلى موضوع العقيدة. لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله؟ والله لو كان معناها لا خالق إلا الله فأنه أنا كل يوم بقول لا خالق إلا الله، أنت جاي من قبل أن تولد وأنا أعرف أنه لا خالق إلا الله، كان قال هذا. وحتى أبو جهل وعبد الله بن أمية اللذان كان قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنت منذ زمن وأنت تحاربنا وأنت إلى آخره، ومن أجل أن تثبت أن الله خالق، كلنا نعرف أن الله خالق. هذا درس كبير جدا لأولئك الذين يدعون أن التوحيد معناه أنه لا خالق إلا الله، أو توحيد الله في أفعاله، واحد في أفعاله لا شريك له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في ذاته لا قسيم له. كذوبة ضحكوا بها على أنفسهم وصدقوها، لا شريك له في الأفعال، يعني ما أحد أصلا خالق في الأفعال حتى تقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من أجلها أو أن الكتب أنزلت من أجلها، أبدا. إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. الصلاة والنسك ومحياي، كل شيء أفعله لله، هذا التوحيد. توحيد ما تفعله أنت يكون لله، هذا التوحيد. إذا ذبحت لله، إذا سجدت لله، إذا دعوت دعوت الله، إذا استغفت استغفت بالله، كل شيء، حتى أنك لا تحلف إلا بالله. وينبني على ذلك أمور كثيرة. لله رب العالمين، طيب لله رب العالمين، طيب أن تجعل الربوبية، نعم أنتم تقول أنه رب، نعم، إذن لماذا لا تتخذونه إلها وحده؟ أنتم توافقون أنه رب العالمين، نعم، طيب لماذا تجعلون معه إلها آخر؟ لماذا العجب؟ أجعل الآلهة إلها واحدا، الله أكبر، كل الآلهة جميعا، لماذا تتعجب؟ هو رب واحد، أنتم تقرون أنه رب واحد، لماذا تتعجبون من جعله إلها واحدا؟ أين المخالفة؟ العجب من أنكم يخلقكم فتعبدون غيره ويرزقكم فتشكرون غيره، هذا العجب. لكن إذا امتد العهد بالناس على صورة معينة، هم في البداية كانوا يعرفون أنهم كانوا مخطئين واعتادوا، صارت هذه العادة محكمة بينهم. أردت أن تخالف قلت كلنا نعرف أننا على غلط، لكن تعودنا. وهذا حتى في المعاصي، لو سألت كم واحد من الإخوة يدخن، يمكن أرجو أن لا يكون فيهم من يدخن، وإذا كان واحد يدخن قل له لماذا تدخن؟ قل لك والله أنا عبدت ومش عارف أترك الدخان. وين طاعة الله عز وجل؟ وين الانقياد الحقيقي؟ ما في انقياد حقيقي، هذا الذي ينفعل هذا، ما في انقياد حقيقي، عندهم قياد لكن جزئي، قياد ضعيف، وقياد مع معصية، وقياد يعني قياد مع مخالفة، وقياد مع معاندة ومحادة وكذا، مصيبة. فهؤلاء كانت قضيتهم تتعلق بأصل الدين، لاحظ التشابه بأصل الدين،
كل الدين بالنسبة لهم عاد، أقول لك كل الآباء والأجداد، فندع ما كان يعبد الآباء والأجداد ونتبعك. يعني بعد كل هذا العمر جاي أنت شاب الآن، يقولوها بعض الناس يقول لك كل هالعمر كلنا نصلي وكذا، وحتى هناك في البلاد واللي مش عارف كذا، والآن جاي واحد مثلك شاب صغير يعلمنا الدين، وهذا الصغير ماذا جاءهم بماذا؟ قال الله وقال الرسول، وقبل ذلك ما كان في قال الله وقال الرسول. لا مش مهم، المهم ان الواقع ان كنا متعودين على كذا وصرنا هذا الواقع. وان التوحيد هو اهم شيء، هو قطب راحة الدين. اذا فصلنا قطب، اذا ازلنا قطب الراحة انفرط العقد. هذا التوحيد. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأنا أول المسلمين، أول من، هذا فيه نوع من إيش؟ من المبادرة والمسابقة. وليس المقصود أنا أول المسلمين عن أن الأول وكل المسلمين جاءوا بعد أسلموا، وهذا ليس إخبارا يا أستاذ، وإنما هذا نوع من الرغبة إلى الله والرجاء عنده سبحانه وتعالى. اللهم أنا أول المسلمين، أنا أول المسلمين. قل إن كان للرحمن ولد فإيش؟ فأنا أول العابدين. طيب كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام، من آدم عليه السلام إلى النبي، إلى نبينا، كم واحد عبد الله؟ كم واحد عبد الله؟ لكن هو يقول أنا أول عبد، أنا أول واحد سأسجد لله وأعبد الله، لن أتكبر ولن أكون أنا الذي يشار إليه بأنه الولد، أنا لست كذلك ولا أقول بهذا ولا يعتقد. أنا أول المسلمين، أول المؤمنين، أول المقانتين، أول. وبالتالي نوع من المبادرة، نوع من المبادرة، وهذا يرد على قول بعض متأخر التابعين. وفي هذا قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا. طبعا هذا فيه أيضا جمع بين أمرين، أن العبد بين ثلاثة أحوال، العبد بين ثلاثة أحوال، إما في طاعة، وإما تائب، العبد الصالح يعني، إما في طاعة وإما تائبا من معصية معترفا بها، وإما صابرا على قدر. العبد الصالح في هذه الأحوال لا يخرج منها، فهو في طاعته يدخل فيه الشكر، ويدخل فيه الصبر، ويدخل فيه كل الأصناف الأخرى، وقد يتجرد لما تكون العبادة كلها لذة وكلها، قد يصل الإنسان بالعبادة أحيانا إلى درجة من اللذة لا يجد في نفسه أنه يعني يبذل كثيرا من الأمر، بالعكس هو يعني يفرح جدا بهذه العبادة، تجد البهجة والفرح وكذا، فلا يجد جهدا يبذله في ذلك. وإذا كان وقع في المعصية فالتوبة والاعتراف، من الاعتراف هنا انتبه، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واحد. اثنين، اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسن إلا أنت. ثلاثة، واصرف عني سيئها، لا يصرف شيئا إلا أنت. فمن سأل غير الله شيئا من ذلك فقد كفر. الذي يسأل المغفرة من غير الله هذا كافر مشرك. وإن قال بتوحيد الأفعال صحيح، والذي يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نبي الله ويسأله حسن الخلق ولا كذا، هذا كافر. كيف يتقرب إلى الله بالكفر؟ لا تدري. أولا مغفرة الذنوب، ثانيا حسن الأخلاق، ثالثا أن يصرف عنه سيئة، فيه طلب حسن الأخلاق وفيه صرف سيئة. والإنسان قد يقع في الذنب، فالمطلوب منه الاعتراف بين يدي الله وليس بين يدي الخلق، ما عندنا سلطان غفران. والإنسان إذا أذنب وجاء قال لك أنا أريد أن أعترف، صدق صدق، كلما لا تعترف. وإذا أصر حتى لو أنك أغضبته وتركته خير لك من أن تسمع ذنبه،
ولا تساعده على الإعلام بالذنوب والمجاهرة بالمعاصي، وفهمه أنه يستطيع أن يتوب فيما بينه وبين الله. قل له نحن ما عندنا وسائط بيننا وبين رب العالمين، متى أذنب تب إلى الله مباشرة، الله يقبل التوبة إذا كنت صادقا. أما إذا جئت تتعلم كيف تتوب ما في داعي للاعتراف بين يديه، يعترف بين يدي الله. أما أولئك الذين يعطون صوت الغفران ويقول له مثلا هذا أنا أريد أن أتنى، ويعطيه المبلغ مثل $100 وكذا، ويعطيه الله خلاص تبنا عليك وغفرنا لك وصرت صالح، عدهاش. لا، هذا الكلام ما هو في أمة الإسلام، هذا غير مثل. لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، هذا أنواع من أنواع من الفاظ من أنواع الفاظ التي تدل على سرعة الاستجابة تلبية. قال الخير كله في يديك والشر ليس إليك، هل يوجد من المخلوقات ما هو خارج عن خلق الله؟ طيب الشر مخلوق ولا غير مخلوق؟ لا، أفكر لك شوي، مخلوق ولا غير مخلوق؟ طيب خايف تقول الشر مخلوق، يعني عقيدة فاسدة أن الشر مخلوق، كل شيء مخلوق، لكن ننسب الشر إلى الله؟ لا. وأنا عادة أضرب لإخواننا مثالا في هذا أنه لا ينسب الشر إليه. جميل، لو أن إنسانا كان من أفجر الناس وأكفرهم، كان من أفجر الناس وأكفرهم، ودخل كان في جيش مسلم، فدخل في صفوف الجيش يريد أن يقتل ويبطش ويفعل من أكفر الناس وأفجرهم، فواحد من عامة المسلمين قتله، هذا فعل شرا، اللي قتله فعل شر. طيب أنا أثبت لك أنه فعل شر الآن، هذا الكافر كان ممكن إذا كذا تركته يسلم فيما بعد، أنت منعته من الإسلام وكنت سببا في دخوله النار، هكذا الصورة اللي أنا بدي أصور لك إياها. الآن خلاص، الآن أنت ختمت له النهاية وانتهى أمره، مات على الكفر، وهو خالد مخلد في نار جهنم، لأن الإنسان إذا مات كافرا ليس له أمل في دخول الجنة، صحيح ولا لا؟ طيب إذن أنت فعلت شرا؟ لا، لم تفعل شرا، أنت فعلت خيرا. الشر لا ينسب إليك، هو الذي كفر، وهو لولا أنه فعل ذلك، لولا أنه فعل ذلك الكفر والإجرام وغير ذلك، تصور لو انعكست القضية وكنت أنت الذي بدلا منه، والصفوف كانت صفوف كفر في ميدان الجهاد وذهب فقتلوك، طب هذا قتل وهذا قتل، فرق ما الذي كان يعمله هذا المقتول؟ طيب هو بالنسبة له شر، دائما أضرب هذا المثال يعني لا تملوه، لكن أليس قد منع الشر عن بقية الصفوف؟ هذا اللي قتل منع الشر عن بقية الصفوف المسلمين يقتلون، ومنع الشر حتى عن كفر لأنه داعي إلى الكفر وفاجر وكذا، يمكن أن يزداد فجورا وكفرا بسرده، وكذلك وهكذا حسب ما تتشر الدنيا، ويفرح المؤمنون فهذا خير إلى المؤمنين، وهو مأجور عند الله عز وجل بجهاده وقتله لهذا الكافر، صحيح، وحتى أنه تقرب إلى الله بهذا الشيء وأفرح الله عز وجل بهذا الشيء، الله يفرح بهذا، كل هذا خيرات. والشر الوحيد أن ذلك كان كافرا في حياته، فليس قتله الشر وإنما الشر ما كان منه، لكن من الذي قتله؟ المؤمن، فينسب إليه الخير في هذا القتل وينسب إليه ولا ينسب إليه الشر. طب هذا مخلوق فعل مثل هذا الفعل وفيه الشر فلم ينسب إليه، فإذا كان المخلوق يفعل الشيء يكون فيه الشر ولا ينسب إليه، فالخالق من باب أو، بل لو أن المخلوق لا يمكن أن يفعل الشر أو يفعل الشيء في الشر إلا وينسب إليه
فلا يلزم أن يكون الخالق كذلك. الشر ليس لي. فلو واحد قال إنه ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يفعل هذا الشر يكون إيش؟ أساء. يكون أساء، وليس هذا من الإيمان بأن الله خالق كل شيء، بل هو من إساءة الأدب مع الله. وإلا فالله خالق كل شيء، الله هو خالق كل شيء. أما أن تقول هو فاعل كذا وفاعل كذا تفصل، هذا غلط. صحيح؟ لو أن إنسانا قال الله الذي، انتبه، الله الذي خلق هذا الحج، الله الذي خلق هذه المجالس التي نجلس فيها، ستعزل عن هذه المجالس كلام الله وتعزل أشياء ليست مخلوقة. جميل، فنقول أن هذه المخلوقات الله خلقها. جميل، فهي من فعله سبحانه وتعالى. لكن هل يجوز أن تقول الله خلق كذا؟ تخيل أنت سيئات بني آدم، تخيل سيئة من السيئات كبيرة من الكبائر، قل الله خلق هذه السيئة أو الله فاعل هذه السيئة، هذا كفر، مع أنه خالق كل شيء. وهذا الذي يقول هذه الكلمة يقع في نوع من أنواع الكفر اللفظي، لأنه ينسب إلى الله المعصية. طيب لماذا نتكلم؟ هل هناك من نسب إلى الله مثل هذه الأفعال؟ ها؟ نعم، من؟ الجبرية. الجبرية يقول لك الله هو الفاعل الحقيقي للطاعات، هو الفاعل الحقيقي لهذه الصلاة، تمام؟ وهو الفاعل الحقيقي لي، استحي من الله أن أقول ما يقولون. والإنسان فاعل مجازي، هو مفعول، يعني هو عبارة عن كيف الكهرباء تمر من السلك، السلك ملوش علاقة، هذا الإنسان كذلك ما له علاقة. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل به، الشر ليس إليك، هذا للتأدب مع الله عز وجل، وأنه لا ينسب إليه الشر. والشر إخواني هو انعدام مادة الخير في الشيء. الشر ليس شيئا وجوديا، وإنما شيء عدم، فلما انعدمت مادة الخير فيه صار شرا. والشر مهما بلغ من الشر ففي وجوده حكمة، والحكمة تقتضي خيرات كثيرة بسبب، فما يوجد من شر إلا وله حكمة، وفيه من الخير أضعاف أضعاف من الشر. لو سألت عن إبليس أقول لك نفس الكلام، لو سألت عن وجود كفار، لو سألت عن وجود فرعون قلت لك نفس الكلام. أنا بك وإليك، بك أستعين وإليك أمضي وأتوجه بعبادتي، بك وإليك، يعني هذا مثل إياك نعبد وإياك نستعين. تبارك وتعالى، هذا فيه تنزيه لله عز وجل وإثبات العلو. ولاحظ أستغفرك وأتوب إليك أيضا في النهاية، مهما بلغت يا عبد الله من الطاعة ومن الحرص على الثناء على الله، هذا فيه ثناء كثير وإثبات التوحيد وكذا، فسيعروك بعض النقص وبعض التفريط، فأنت تحتاج أن تستغفر بعد كل عبادة وبعد كل طاعة وبعد كل دعاء. وإن فعلت ذلك فهذا هو الاعتراف الذي قد يكون سببا في قبول الدعاء، اعترف بتقصيرك. ولذلك سيد الاستغفار ما هو؟ مين يحفظ سيد الاستغفار؟ طيب أنا واحد بس، يلا بصوت عالي. إلى الآن في إشارة إلى الذنوب، ها؟ طيب وين الاستغفار؟ أين الاستغفار؟ قلنا سيد الاستغفار والاستغفار بديناش، كل الدعاء هذا يسمى بديناش الاستغفار. كم؟ خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، وهذا فيه تجديد العهد مع الله وإثبات وإبراز ماذا؟ العجز، إبراز العجز، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني كانت تقول يا رب أنا قبل أن أستغفر سأبرز جانب من نفسي، أنا إنسان عاجز،
في لحظة من اللحظات سأضعف ضعيف فأحتاج إليك. لذلك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك فأنا تحت تصرفك. صحيح؟ وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. طيب الآن في اعترافات، هنا الاعترافات ما في سكوت مطران، هو سبحانه وتعالى إن شاء غفرك إن شاء عذبك، فإذا صحت توبتك غفر لك. أبوه لك بنعمتك علي مع أنك أعطيتني أوجدتني وأعددتني وأمددتني، وأبوه بذنبي فوق أنا ما أعطيتني كل شيء. لاحظ الآن هذا كمال الاعتراف بالذنب، أنه أنا يا رب مش أنا أذنبت خلاص، بس لا أنا أسأت إساءة عظيمة لأنني قابلت الإحسان بالإساءة. فالاستغفار المتضمن إثبات الألوهية وإبراز العجز، وأن هناك ربا وعبدا والرب هو الخالق لهذا العبد، إثبات أن هذا العبد منعم مراغد. الأسعار مش عارف إيش وكذا، سبحان الله وين النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش وكيف كانت أحواله وكيف كانت أوضاعه، أين التمر الذي كانوا لا يجدونه، يجدون النوى فيمصون النوى يصبرون أنفسهم أياما وما قالوا يا رب ليش قليل الرزق والأسعار وكذا إلى آخره، يا رب ما في كل يوم فقط دجاج ولحم نأكل، ويعني الرز بالكاد يعني يوميا مرة واحدة فقط نأكل، والبقية نأكل حمص وفول وفلافل، وأحيانا نأكل الخضروات، ويا رب يعني سيارة واحدة في البيت وناس في عندها 10 سيارات والبنزين غالي ما بستطيع أني أروح كل يوم لرحلات فبضطر مرة في الأسبوع، يا رب هذا كفر بالنعمة، هذا كفر بالنعمة. الله عز وجل رغب عليك وأعطاك كل هذا العطاء ومع ذلك ما زلت لا تشكر النعمة، فاشكر النعمة. والله لو شكرنا النعمة الله عز وجل يزيد علينا النعمة. وإذ تأذن ربك وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذن هو قال لك إن شكرتم سأستمر بالإنعام فقط. يا جماعة تبيوا لهذه المعاني مهمة جدا، هل قال إن أنتم شكرتم أنا سأثبت النعم فقط؟ ما ذكر تثبيت النعمة في الآية أبدا، لأن أثبات تثبيت النعمة كما هي كأنك أنت تأكل وتشرب وتعود يعني كما هي، ولكن أنت ماذا فعلت؟ شكرت على النعمة. قال لا، هو النعمة الآن هي بمستوى معين، لنقل مثلا عندك أنت 60% نعمة شكرت ارتفع صارت 70%، شكرت 80%، شكرت الله عز وجل ليس هناك حد لخزائنه، ضاقت الأمور ولكن ما تأثرت الأمور، خزائنه كما هي، وقلوب العباد بين أصبعين وأصابعين، مفاتيح هذه القلوب عند الله سبحانه وتعالى هو الذي يغلقها عنك ويفتحها لك. أبوء بنعمتك علي، يا سلام، إلى الآن نحن فقط ماذا نفعل؟ هذا نوع من التوسل، يا رب أنا الآن أقدم بين يدي استغفاري دعوات، حتى أنا يعني عليكم السلام حتى أنا أقول هذا الاستغفار، أبوء لك بنعمتك علي، بس ومرة هذه كلمة واحدة بس، بما ما يعني ما هي الكلمة، كل هذا الدعاء كلمة واحدة فقط فيه هي الاعتراف بالذنب، ما هي؟ أبو ذنبي بس. كل الماضي هذا من أجل أن نصل إلى هذه الكلمة، وأبو بذنبي. لو بدأنا من الحديث يا رب أنا مذنب، لا أنت قليل أدب، أنت قليل أدب بهذا. ليش؟ إذا بدأنا بالطريقة هذه، ولا أقصد أن كل من قال هذا، لكن حتى تشوف المقصود. واحد من إخواننا قال أنا أعمل مع فلان، طيب قال والله هذا اللي بيعملوا مع فلان هذا يعني رجل سيء ولا يعطيهم حقهم كذا، وهذا رجل بده واحد مثلي ما بخاف من الله، هكذا قال مثله.
تقليل الأدب معهم كيف تقول ما بخاف؟ يعني لو واحد الآن قال لك، واحد من أبنائي قال لك أنا ما بخاف منك، هذا محسن؟ ها؟ هذا شيء أدب. أنا ربي أنا مذنب. ها؟ قد تكون قصدك يا رب أنا مقصر في ذنبي، ماشي، يعني حسب قصد الله عز وجل يعلم ما في باطن النوايا، لكن أنا أخشى أن يكون أنا مذنب ما فيش فيها، يعني أنا مذنب أنا مرتكب، استفدنا من الكلام. ها؟ أما إذا قلت أنا ظلمت نفسي بالذنب، أنا أسأت لنفسي بالذنب، أنا فعلت الذنب، أنت اللي أسأت الذنب، أنت الذي أسأت إلي إلى نفسي به، أنت الذي وقع في الذنب وأسأت إلى نفسك به. لذلك حتى من الدعاء اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، لاحظ إشعار بأنه أنت وقعت الأمر عليك، أنت اللي مقصر، أنت الكذا، مش أنه أنا يا رب تجوزت عليك، لا. لذلك تجد الذين عندما يجاوز بهم العذاب ربنا غلبت علينا شقوتنا، ما بيستطيع أن يسيء الأدب، احنا ما اذنبنا من كثر، بس غلبت علينا ايش؟ شقوتنا. كان كل الدنيا تذكرت هذه الكلمة وما وقعت تكون ما كنت وأبوء بذنبي. لاحظ الآن جمال الاستغفار في هذا الموضوع، كل تخيل أنت الموقف، ليش كذب وأبوء ذنبي فاغفر لي، والمغفرة فيها معنيان، المعنى الأول الستر، اغفر لي يا رب، يعني فضيحة، أنت ربي خلقتني وتعلم ما علي أنا علي، ما يستطيع أن أستر نفسي منك، لا تفضحني بين خلقك، لا تفضحني بين الملأ الأعلى، ولا تفضحني بين الصالحين، والله الإنسان يخشى أن يفتضح أحيانا حتى بين الفاسدين، وقد لا يخشى أن يفتضح بين يديه، لكن هكذا هو الأمر، ما يمكنك أن تستتر عن الله، فاغفر لي في الستر. الثاني الوقاية من العذاب، من أخذ من إيش؟ من المغفر، المغفر اللي هو الخوف، تستر وتقي، تستر فيها الستر وفيها الوقاية، فاغفر لي ذنوبي وبعدين إيش؟ يعني لابد من أن تختمها أيضا بماذا؟ بثناء عالي وعظيم، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وإذا تذكرنا حديث علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، والله هذا الحديث أحيانا يأخذ يعني بالقلب، علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. نسأل الله أن يغفر لنا الذنوب. فالاعتراف بأن الله عز وجل هو وحده الذي يغفر وأنه قادر على الأخذ بالذنب، فإن هذا الاعتراف يحب الله عز وجل ويفرح به، يفرح، يضحك له. تباركت ربنا وتعاليت، استغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت، هذا كله ينصب في أمر التوحيد، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. لأن الإنسان إذا انخفض ركع أو
أو سجد، هذا الخضوع وهذا الذل يبين فيه الإنسان نقص نفسه، والخشوع والذل لله عز وجل هو أصل معنى العبادة. ذلك معنى عبد أو معنى العبادة هي الذل، وطريق المعبد مذل. الأصل في العبادة الذل لله عز وجل. لذلك اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت في استسلام، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي. أنت متصور عندما تسجد أو تركع هذه الكلمة، يعني عندما تكون راكعا تتصور أن هذه العظام الآن خاشعة، وأن هذا العصب خاشع، وأن السمع والبصر فيها الخشوع. تصور نفسك وأنت راكع بين يدي الله، تصور يا أخي أنت عبد وهذا رب، أنت راكع بين يديه، وكأن الخلق كله ليس موجود. فإن وجدوا لم يقدموا ولم يؤخروا، وبالتالي فمن العجب عندما تكون يعني يقظا وتعرف معنى هذا الأمر أن يفعل ذلك إنسان رياء، يكون بين يدي الله يركع ويسجد ويكون رياء، كيف يفعل؟ وإذا رفع قال سمع الله لمن حمده سبحان الله. الإنسان إخواني في حال الركوع يكون فيه الذل لنقصه، إنسان ناقص والذل يناسب نفسه، إذا رفع نفسه إلى الأعلى فليس لكماله، ليس لكماله. ولذلك تذكر كمال الله، تذكر معي كانوا إذا كانوا في سفر فإذا صعدوا شرفا كبروا، وإذا نزلوا واديا ماذا فعلوا؟ سبحوا، لأن النزول سفول. فتتذكر أنت مع الله دائما، فذلك تتذكر عند السفول وهذا أنك تنزل الله عز وجل، وإذا ارتفعت مهما ارتفعت الله أكبر. فأنت كن دائما مع هذه الكلمات وهذه الألفاظ، ما جاءت هكذا، ما جاءت هكذا غير معنى. فلو أن الإنسان يكون في صلاته وهو يصلي يكون هو موجود مع نفسه في صلاته، والله ركعتان أحيانا خير من الدنيا وما عليها، وبعد ذلك لا تحتاج إلى الأموال ولا الطعام ولا الشراب لو عشت مهما عشت. لكن الإنسان ضعيف يعض الجوع ويشعر بالحاجة، لذلك وطيب أبيح له الطعام والشراب والنكاح، لكن يتأدب مع الله فيما أعطيه. وإذا ركع إذا رفع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الحمد لله عز وجل هو الثناء على الله لكماله، إما أنه مقلوب المدح لكنه أعلى وأوسع، أو أنه نفس الكمال الثناء على كل المحامد. إذا قلت الحمد فهو مستغرق لجميع أنواع المحامد، وإذا قلت سمع الله لمن حمده كأنك تقول الآن هذا موضع الحمد، انتبه يا عبد الله، انتبه، قل لنفسك أنت تقلق انتبه، الآن نحن سنحمد الله عز وجل، والله عز وجل سيسمع من حمده. طب الله عز وجل يسمع في الموقف في وقتها ولا سمع في الأزل؟ في وقتها، لأن أنا وأنا أصلي الآن أنا أستشعر أن الله ينظر إلي ويراقبني الآن. فإذا قلت سمع الله الحمد الآن، أما إذا قلت ربنا لك الحمد سمع، فما أجملها، ما أجملها عندما أستشعر أن الله عز وجل الآن يسمع وأن الله ينظر إلينا الآن، لا ما هو بالأزل، أزل الله علم علم غيب، أما الآن ينظر إلينا، هل نحن الآن نرضي الآن راضي عنا سبحانه وتعالى أم لا؟ يا إلهي فواحد يكون جالس استنى
طولت بعض ما يسوي ثم يكون في بعض المجالس. انت بيش يا اخي انت الان في مجلس فيه رضا لو جلست فيه العمر كله كان ينبغي ان لكن انسان ضعيف. واذا سجد قال الحمد لله اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد وجهي الذي خلقه وصوره فاحسن صورته فشق او وشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين. واذا سلم قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت. يعني انا اصلي هذا الكلام قبل ان تسلم، فاذا سلمت يعني قبل الدخول في السلام. كان اذا ركع وضع يديه قبل ركعتين، يعني بعد وضع يديه على عفوا كان اذا سجد وضع يديه قبل ركبتين، يعني بعد ما يسجد ولا قبل يسجد؟ ها؟ كان إذا دخل الخلاء قال كذا قبل لا يدخل ولا بعد ما يدخل؟ ها؟ وإذا سلم يعني قبل أن يسلم، لأن الدعاء موضوعه في الصلاة وليس بعد الصلاة. قال اللهم اغفر لي. خير أنت الآن لما تقول أنا في الصلاة وتقول يا رب أنا مدمن وأعرف نفسي إني أنا إنسان مقصر وسوف يقع مني المعصية، ما بتصير ما يصير قولي ايش تقول انت اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت، يعني حتى اذا ان حصل ذنب اغفر لي. طيب ما قدمت انت ارتكبته فاستغفرت، لماذا تستغفر لما تاخر؟ لانه يمكن تموت قبل ان تستغفر وانت تعرف انك عاجز، اذا لم توفق للتوبه ما هي مشكله. فدلك النبي عليه الصلاه والسلام على السبيل الذي تسرع به الى الاستغفار قبل ان يستوجب عملك العقوبه. وما أسررت وما أعلنت، هذه صفات لي أو مواضع بما يمكن أن يكون من التقصير للإنسان في السر وفي العلن. وما أسررت، هذه صفة لنوعية الذنب، الذنب في إسراف كثير يعني. وما أنت أعلم به، يعني يا ربنا من كثرة الذنوب والمعاصي والتقصير والعجز أحيانا ترتكب أشياء ما أنتبه إليها، فأنا لا أعلمها ليس لأنني لم أرتكبها أو لم أأخذ عليها، الأصل أنا أتأخذ على هذا، ليش قصر؟ ليش ما أنتبه لنفسي؟ لكن من شدة ما الإنسان أحيانا يعني في عجزه وتقصيره وكذا لا يتنبه إلى بعض الأشياء فهي ذنوب. فاغفر لي أيضا هذا الذي علمته أنا لم أعلمه. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، معاني عجيبة. يعني واحد أنه فقط صلى هذه الصلاة وتفكر في هذه المعنى وفهمها هذا أمة في التوحيد، هذا المعنى. يا سلام يعني إخوان الصلاة فيما أجملها التأثير الصلاة في وأنت تصلي، يعني ذلك وأقم الصلاة فقال لك وصلي، هي وصلي في القرآن؟ ها؟ وين الحفظة؟ صلي ما في صلي؟ ها؟ في أقل في حافظ شيخ؟ حافظ على الصلوات؟ هل المحافظة على الصلوات هي الصلاة فقط ولا المحافظة مختلفة عن الصلاة؟ يعني هل كل مصلي محافظ على الصلاة؟ طب هل كل مصلي مقيم للصلاة؟ وأقم الصلاة، إن الصلاة ماذا تفعل؟ تنهى. وين تنهى؟ في واحد آخر بيجيك منها ولا في الداخل؟ هذا في وازع داخلي، تصنع فيك وازعا داخليا. أي واحد كان يصلي هو يصلي طبعا هو يرتكب المعاصي، فجاء يصلي هو يصلي فأراد أن يدعو الله، يا رب إني عبدك الفقير أسلمت لك، أستغفر الله عشان أسلمت لي، أنا أعرف نفسي بأنك المعاصي دون فنقول يا رب أستغفر الله. بدل ما يدعو الدعاء كمل استغفار وأسخر الصلاة بيروح بيزيل الذنب مثلا الذي عنده، بعدين بيرجع للصلاة، يا رب أنا الآن أسلمت، بعدين يتذكر لا في ذنب آخر، وأسلمت لك يعني إيش؟ انقذت انقياد كمان، مش منقاد أنا، عندي ذنوب كيف أنا أنقاد؟ أنا مش منقاد. طيب يخرج من أسخل الصلاة ويروح يأتي الذنب الآخر اللي هو مقيم عليه يمنعه، بعدين يقول قبل أدخل الصلاة أنا بدي إيش؟ أدعي ربنا سبحانه وتعالى بدون ما يكون عندي ذنوب، فيبدأ يفتش نفسه
قبل شوي كان يفكر نفسه صالح وداخل في الصلاة وكذا، بعد شوي خرج وإذا يقول لك أنا الله مستعان شو المصائب اللي أنا مرتكبها، راح وإذا به بار غير بار لوالده، عاق قاطع رحم، يرتكب كثير من المعاصي كذا، كل ما يأتي للصلاة الصلاة كله وين رايح. فإذا أراد أن يقول أسلمت وجهي، كل ما يقول أسلمت وجهي تذكر أنه ما هو مسلم وجهه. لذلك إخوان الإنسان يستطيع أن يكلم ابنه يضحك، يعني يحكي معاه شيء يرضيه بكلام أي كلام، وإن عندك المدير في العمل ترضيه، جيت متأخر تقول له أنا مريت والله كان في حادث، يا لو شفت الحادث الله مستعان الله خطير وكذا، الله يسلم، يقول لك الله يسلم الحمد لله لك بالصحة والسلام ورحمة، بس لما تيجي تصلي ما في الصلاة يعني ما في أعذار في الصلاة، ما في مجال. إذا وقفت بين يدي الله لابد من الصراحة، لابد من الصدق. والمشكلة أنك تعلم أن الله عز وجل خلق هذه الأكوان وأنت مخلوق من هذه الأكوان، يعني أنت لما تنظر إلى هذه الأكوان الكبيرة جدا، المجرات والكواكب السيارة وغير السيارة، كل ذرة تراب في أي كوكب من تلك الكواكب الله يعلمها، وبتتخيل في هذه اللحظة أن الله عز وجل معك وحدك، وأن يسمع الآن كل حتى خطرات النفس، وتقول يا رب، وتستشعر أنه يستجيب، يا سلام. يعني هذه عظمة الصلاة والدعاء. لذلك لما قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، افهم الموضوع يا أخي. إذن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن علي، حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته، وإذا أراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر ودعا، نحو حديث عبد العزيز في الدعاء يزيد وينقص الشيء، ولم يذكر والخير في يديك والشر ليس إليك، وزاد فيه ويقول عند انصرافه من الصلاة: اللهم اغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. نعم. هذا الدعاء كما ترون ليس في استفتاح الصلاة، وإنما فيه متى يقول عند انصرافه، يعني قبل أن يسلم، قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. هذا يدل على أن المقصود بالاستفتاح الدعاء كل دعاء في الصلاة.